السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، في الله الله يبارك في عمرك، اتفضل. شيخنا، من قال هل هناك نصوص مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق المعلق؟ لا، بحثت بحثا شديدا عن أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في الطلاق المعلق لم أجد، وعن الصحابة بسند يعني ثابت إلا أقيسة، وبس بعضهم استدل بالآية الكريمة، استدل بالآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن. فقالوا رد الأمر إلى الزوج. بارك الله فيكم.